هذا البرنامج برعاية شيلفي باور. ديما لي ديغنيغ نوفوتي في البرنامج نتاعكم، خاطر باش نجربوا اليوم كهربا باش تتباع كان في شهر مارس، اون اكسكلوزيفيتي اوتو برو بفضل مرسيدس. غادي عرفتوها هي لا توت نوفيل مرسيدس كلاسا اللي عندها تكنولوجيا غير عاديه، ان اسي كومبلي. ديما كي العاده تابعونا في الاخر باش نربحكم 1000 دينار كاربورون افيك لو كرون جو شيلفي باور. اما قبل هذا سمعت أوتو برو مع هادي باش تتابعوا بقية أحداث رالي عليسات خوفي شيل فيول سيف في النيوز، باش تكتشفوا المرسيدس سي ال جديدة والفيرسيون كابريولي متاع البورش كاريرا. في الأوكازيون أوتو برو باش نقدموا لكم كيا سيراتو 1 لتر 6، وكي العادة لسي مع صدري اسكندر اللي جرب المرسيدس كلاس A. قاعدة تعب باش تعرفوا كل شيء على الأكتواليتي أوتوموبيل في تونس وفي العالم avec les news de la semaine. نيوز اليوم يجيو من أمريكا وتحديدا من لاس فيغاس، وين يقام سي او اس، أهم معرض مختص في الإنوفاسيون التكنولوجيك. مع مرسيدس اللي قدم لا نوفيل سيلا، كهربا عندها تشابه كبير مع الديغنيغ كلاس A اللي بتشوفوها مع صدريهم. مرسيدس ركز في سيلا جديد على زيكيبمون دو كونفور كيما لا كوندويت اوتونوم، لي كوموند فوكال، والاول مره لي كوموند ا ديستانس بار جيست. فاليو أطلق لتسترا فيو، تكنولوجيا تهتم بالسلامة في الطرقات وتخلي الغمارك اللي وراء الكهرباء تولي انفيزيبل. تكنولوجيا هذه تلم لزيماج فيديو من الكاميرا المحطوطين وراء الغمارك، يظهروا في تصويرة واحدة في الإكران اللي على التابلو دبوغ، تورينا الغمارك كأني مش موجودة وتعطي صورة أوضح للسائق. بعد لي فواتور اوتونوم، BMW موتوغاد خرجت لموتو اوتونوم. الموتور هذه تخدم وتمشي في الكياس من غير سائق، وتخدم غراس ا ديزورديناتور موجودين ملتي. BMW اعتبرت التجربه هذه خطوه جديده في سيكوريتي روتيير بالنسبه للي موتو. بعد أقل من شهرين من الفيرسيون كوبي، بورش أصدر لفيرسيون كابريولي متاع الكاريرا 2019. آخر جنراسيون كاريرا نعرفوها من المنظر الجديد متاعها، ملتالي نلقاو لا نوفيل سيناتور متاع بورش اللي تتمثل في الفو أليد على الفساد أغيغ الكل. من القدام عندنا دي بريز دير جدد، ومن الداخل ولات بلو تكنولوجيك وعندها أن إكران دو 10.9 بوس على التابلو دبوغ. كاملو نيوز بكونسيبت هيونداي اللي صنع فيكول فوتوريست قادر باش يمشي في اي انفيرونمون يعرض. الهيونداي إليفيت عندها عجالي لي بساقين يخليوها تبدل لوتور نتاعها وتمشي في بلايص ما يوصلهمش الكراهب العاديين. الكهرباء هذه تنجم تمشي وتتعدى فوق دي زوبستاكل يوصل طولهم المتر ونص.
كنتوا تبعتوا الجمعة اللي فاتت المرحلة الأولى والثانية متاع رالي عليسة. لي بارتيسيبون تعاملوا ترتيح نهار 31 ديسمبر و 1 جانفي وعدوا راس العام في أجواء تونسية حلوة برشا. اليوم رجعنا للمرحلة الثالثة من حمامات للجم. الطقس بارد برشا أما لي بارتيسيبون حاضرين للربح. On a adoré faire ça ensemble, le rallye. L'organisation très, très le fun. Hein? Le ça fun. Coche. Ça coche. نهار 31 ديسمبر و 1 جانفي المتسابقين ارتاحوا فيهم قبل ما يرجعوا لآخر إتاب كرونومتري نهار 2 جانفي. وكانت فرصة باش يكتشفوا فيها تاريخ بلادنا وأماكن سياحية مزيانة والاحتفال برأس العام في أجواء تونسية. رالي عليسة تروفي شيلفيل سيف ستان رالي فيمينا كما تعرفوا رالي دولي في الدورة الخامسة نتاعو اللي انطلق البارح من الحمامات ياسمين والسنة يشهد مشاركة حوالي 50 متسابق ومتسابقة من دول المختلفة وعنا سياحة وعنا ثقافة وعنا الجو وعنا شيخات نعملوا رالي تونسي بطريقتنا احنا با على فرونسيز مي با على الانستيتيوشنيل. المرحلة الثالثة والأخيرة من رالي عليسة امتدت على مسافة 197 كيلومتر في منطقة الساحل والأغيفي فينال كانت في الجم وين تم تنظيم زيارة للمسرح الأثري. Troisième étape, c'est une journée très très passionnante. À la khater qui me chauffe la compétition qui vient à Barça. On a 20 équipages dans le rallye. Qu'est-ce que tu as dit l'étape finie? L'étape finie elle est très technique, fait beaucoup de calculs. معناها سورتو لو باساج دي فيلاج يتطلب برشا تركيز على خاطر اون بير بوكو دو فيتيس في لي فيلاج تعرف لي رالي اللي بازي سورتو سور لا سيكوريتي روتيير دونك لازمنا نحترموا برشا معناها قواعد الطرقات. Le calcul du temps se base bien sûr sur la moyenne et yatihen à l'organisateur. Surtout, le checkpoint est secret et de qualité haptra al maslek. Le rallye de régularité, c'est pas une épreuve de vitesse. C'est nullement une épreuve de pure vitesse, de risque et tout ça. حفلة توزيع الجوائز في الحمامات تمت في أجواء إيجابية ومحبة بين المتسابقين اللي فيهم شكون فرحان بالانتصار وفيهم اللي عبر على فرحته بعلاقات الصادقة اللي كونها في التجربة هذه. هذه كانت عندي هواية من الصغر ديالي c'était mon rêve de faire un jour un beau jour le rallye parce que avant j'ai vécu dans un milieu de tourisme mon père faisait partie du tourisme c'était un défi à apprendre et je me suis dit il faut l'avoir. Il faut l'avoir, alors j'ai bossé, on a bossé toutes les deux, bien sûr. Moi, j'ai veillé presque les trois nuits, là, et enfin, et j'ai eu le trophée. كان رالي مرتاح ساهل امبيونس تحفونا برشا مع لي زيكيباج الكل اي سورتو افيك ما بيلوت ساندرين عملنا ايكيباج احنا تونسي فرنساوي لا سي تي ان ديكوفيرت بور موا اي افيك دوت اندرو فريمون او جي بوكو او جي بوكو ايمي اي كوم جو بران بليزير ا شاك فوا شاك اني دو ريفينير. بنفس المناسبة الهيئة المنظمة لرالي عليسة كرمت فريق أوتو برو شكرتهم على المجهودات اللي قاموا بها لتغطية المسابقة هذه. رالي عليسة حدث رياضي وسياحي متميز يعكس صورة إيجابية على بلادنا وعلى المرأة التونسية. وهكا رالي عليسة تروفي شيلفي والسيف في دورته الخامسة تعدى في ظروف ممتازة تنظيم كان محكم ولي بارتيسيبونت فرحانين برشا بالتجربة هذه. استنونا في أوتو برو على قناة التاسعة في كل ما يهم عالم السيارات. نحكي لكم اليوم على بوغاتي واحد من أكبر الماركات المعروفة بكرهبة القوية والمتحصلين على أكثر من رقم قياسي في موسوعة غينيس. فرانكو إيطاليان إيتوري بوغاتي مؤسس الماركة بدي غرامه مصغرة وصنع أول كرهبة لي في عمر 18 سنة. لاتيب 2 كانت أول موديل باسم بوغاتي ظهرت عام 1900 فيها موتور 4 سيلاندر ريفوليسيونير وقتها اللي خليه يعمل بلوزيور كولابوراسيون ويستقر في مولشايم في فرنسا ويأسس الماركة متاعه عام 1909.
والكهرباء سبورتيف بوغاتي هي لا تيب 13 صنعت بعد عام شارك بها في عدة سباقات كما لي 500 ميل دانديانابوليس وجا في المركز الثاني في الجراند بري دو لوتوموبيل كلوب دو فرانس في 1911 وهني اثبت قدرته ودخل في تاريخ لي كومبيتيسيون اوتوموبيل. في 1924 ظهر أهم موديل بوغاتي لا تيب 35 كهرباء خفيفة وقوية ربحت قريب 2000 كورس كما لو غران بري دو موناكو خمس مرات سوكسيسيف لو تارغا فلوريو في إيطاليا. إيتوري بوغاتي كان يحب زادة لي فواتور دو لوكس وقرر باش يصنع لو موديل لو بلو بريستيجيو عام 27 لا تيب 41. الكهرباء هذه اور نورم طولها 6 متر ونص وتوزن 3 طن فيها ان موتور 8 سيلندر اون ليني دو 12 لتر 7. نجاحات بوغاتي تواصلت لاكثر من 20 سنه اما مالوغوزمون الماركه سكرت بعد وفاه مؤسسها ومع عوده ظهرت كان عام 1987 كي شراها رجل الاعمال رومانو ارتيولي صنع لو ميتيك او بي 110 اربع سنين من بعد باش يحتفل بال 110 سنه متاع الماركه. الموديل هذا عنده ان في 12 ا 4 توربو اون ترانسميسيون انتيغرال. في 1998 دخلت بوغاتي للجروب فولكسفاجن استغلت اخر تطورات والتكنولوجيا باش تصنع الفيرون. في 2005 عنده ان موتور 16 سيلندر ان دبليو اليمونتي ب 4 توربو كومبريسور فيت قوته 1000 زيل. الفيرون سوبر سبورت تاخذ 2.5 من 0 ل 100 وحطم الرقم القياسي للسرعه ب 432 كيلومتر في الساعه. الريكورد نتاع بوغاتي ما يقفوش هوني وتواصلت مع الشيران موديل اقوى واسرع استعمل اون فيرسيون اميليوري من الموتور نتاع الفيرون. البوغاتي الشيران حطم الرقم القياسي من 0 ل 400 ل 0 كيلومتر في الساعه في 41.96 ثانيه اكثر.